مصطفى عندك كام سنة؟ أنا عندي 11. وأيوب؟ 14. 14 ما شاء الله. طيب نبدأ كده بمصطفى، قولي أنت ابتكرت إيه؟ والله أنا ابتكرت حاجة اسمها تحلية مياه البحر. بتعتمد اعتماد أساسي، أي دولة بتعتمد اعتماد أساسي على التسخين. حلو. والمشروع بتاعي بيعتمد برضه على التسخين. كل دولة ليها تكنيك خاص بيها إن هي تحلل مياه البحر. في دول بتستخدم السولار، في دول بتستخدم الكهرباء، وفي دول بتستخدم الطاقة النووية، ودي كلها طرق أو مصادر مكلفة. أنا استخدمت الكهرباء. بس وأنت بتستخدم الجهاز اللي هتتكلم عنه دلوقتي. ده المولد اللي هو بحيث أقول لي بقى إيه الفكرة بتاعتك اللي أنت عايز تعملها؟ الفكرة دي بحيث إن أنا أول ما موج البحر بيخبط في الوحدة ديت بتولد كهرباء، الكهرباء دي هوديها لعمليات التسخين أو عمليات التحلية. بس كل يعني أي دولة بتستخدمها بتستخدم الكهرباء من الدولة، فهي بتبقى مكلفة. أنا اللي عملت الكهرباء هنا، فهي مش هتبقى مكلفة. عملت للمشروع ده دراسة جدوى، وعملت له برضو أماكن الإنشاء بتاعته. حلو. على الخريطة. إيه إشمعنى اخترت المشروع ده؟ اخترت المشروع ده علشان لقيتهم في المدرسة طلبوا مني كده. تاني حاجة لما لقيت سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم جدا بمشاريع تحلية مياه البحر، جات لي الفكرة وابتديت ان انا افكر فيها، وبعد كده طورت الفكرة. السيد الرئيس لما لقيت بقى مسابقة المخترع الصغير، كانت فرصة جات لي ان انا اخش فيها. حلو. دخلت فيها، خدت في الإدارة اول، وفي المحافظة اول، وفي الجمهورية اول، الحمد لله. ما شاء الله يا مصطفى، يعني انت طلعت اول بالمشروع بتاعك ده في كل حاجة.